امبارح كان في اضطراب وصل لشلل كامل في هذه الدولة المارقة. اتحاد العمال هناك الإسرائيلي دعا لعصيان مدني، لشلل تام، لعملية انه ما تشتغلوش، لا احنا لينا موقف ومحتاجين نشوف حل في المحتجزين او الأسرى. طيب انت بتتكلم في ده، وعلى الجانب الاخر بتلاقي نتنياهو ما حققش اي انتصار بالنسبه له في غزه، فبالتالي بيبحث عن طريق اخر في الضفه الغربيه. لكن هذا الشلل التام اللي اضر بالاقتصاد طبقا للصحف حتى العالميه ما بتقول بالاقتصاد الاسرائيلي، اضاف ايه لنتنياهو؟ هل ده مؤثر بالنسبة لحكومة نتنياهو أم لا؟ خليني أرحب بدكتور أيمن الرقب. مساء الخير دكتور أيمن. مساء الخير أستاذ عزة، تحياتي لك ولكل مستمعينكم مشاهدينك الكرام. أهلا بك دكتور أيمن. ما حدث أمس، خليني ناخدها كده بخطوات، ما حدث أمس شايف أنه حكومة نتنياهو تشوف ده إزاي، ولا هي مش فارق معاها أي غضب ولا أي شلل في الداخل الإسرائيلي؟ اولا حكومه نتنياهو هي حكومه اليمين المتطرف، وهي ترى انها جاءت بطريقه ديمقراطيه في نوفمبر عام 2022، وان فتره القانونيه تنتهي في نوفمبر عام 2026. في اللحظه التي خرجت بها المظاهرات في مدن اسرائيليه مختلفه، قيل ان نسبه المشاركه تجاوزت 75% من طبعا مطلب الهيستروت للاضراب. ولكن هناك اضراب مظاهرات اخرى، لان طبعا الاخرين لا يروها، ومظاهرات اليمين كانت في منطقة بني براك في القدس، وشارك بها آلاف بقيادة بن غفير تطالب نتنياهو بعدم الموافقة على الصف وتأييد إلى الحكومة. هذا طبعا هذا له مدلولات بشكل أو بآخر. لكن أستاذ عزة، طالما أن هذا الإضراب فقط هو إضراب أو مظاهرات لمدة عدة ساعات ثم ينفض، هذا لن يسقط حكومة نتنياهو. لذلك رأينا يهود براك ويهود أولمرت وهم رؤساء وزراء إسرائيليين سابقين قالوا إن أردتم إسقاط حكومة نتنياهو فعليكم أن تحول هذا الإضراب إلى عصيان مدني. طالما أنها مظاهرات فنتنياهو صراحة يتفاخر، يقول أن هذه أعلى درجات الديمقراطية، نحن نسمح بممارستها بشكل طبيعي ولا نختلف على ذلك، رغم أن نرى الشرطة تقمع المظاهرات ولا تسمح لها بالوصول إلى أماكن محددة، ولكن يعتبرها أعلى أنواع الديمقراطية. للأسف الشديد نتنياهو وحكومته لا يرون أن هذه المظاهرات مهمة ومؤثرة بصراحة، وأنها قد تغير واقع الحال. ده رأي نتنياهو وحكومته دكتور أيمن. رأي الداخل الإسرائيلي يراها أيضا ديمقراطية؟ لا، الداخل الإسرائيلي بنعرف أنه جزء من طبعا سكان دولة الاحتلال الذين خرجوا في مظاهرات، وقيل أن عدد المظاهرات وصل لأكثر من 300,000، يروا ان ضروره ان نتنياهو يتهرب من الصفقه. لكن مهم جدا، ان يمكن هذا شان داخلي بالنسبه لنا لا يهمنا، لكن هم لا يرفعوا حتى المتظاهرين في مظاهراتهم وقف الحرب، ولا يرفعوا شعار سلام مع الفلسطينيين. هم همهم الاساسي هو اطلاق سراح اسراهم الموجودين في قطاع غزه، لا يتحدثون عن عمليه سلام بينه وبينهم ولا يرفعوا شعار بذلك، بعكس المظاهرات التي خرجت في عام 82 تطالب وقف الحرب. هذه لا تطالب وقف الحرب، تطالب نتنياهو باتمام الصفقه، صفقه الاسرى، وبالتفاصيل بالنسبه لنتنياهو غير مهمه. لذلك راينا استاذ عزة نتنياهو يخرج بالامس في مؤتمر صحفي، واليوم ايضا كمان مره في مؤتمر صحفي يتحدث عن اهميه محور فيلادلفيا وانهم سيبقوا به. كل الجهد. وبالامس استمعنا لموقف امريكي بارد بصراحه، به بعض الانتقاد الخفيف لنتنياهو، قال ان نتنياهو يتحمل مسؤوليه عدم الوصول الى اتفاق، لكنهم لم يوجهوا بصراحه طبعا غضبهم على نتنياهو الذي افسد كل الجهود التي بذلت، وقالوا نحن نتفاوض مع شركائنا في طبعا الوصول الى هذا الاتفاق وهي مصر وقطر، لم يتحدثوا عن الاحتلال الاسرائيلي. وانا اعتقد الان الولايات المتحده الامريكيه احوج قبل انتخابات الذهاب الى مجلس الامن باصدار قرار تحت الفصل السابع لالزام كل الاطراف لوقف هذه الحرب المجنونه على شعبنا الفلسطيني. هل فشل نتنياهو في غزه فذهب الى الضفه، ام الضفه الغربيه هي مخطط قديم احياه نتنياهو؟ بالضبط، هو مخطط قديم، وكان نتنياهو يريد الضفه الغربيه غير غزه، وراينا حتى في الخريطه التي يشرح بها بالامس محور فيلادلفيا كان يتحدث بشكل واضح عن خريطه غزه، الضفه مش موجوده في هذه الخريطه
كجزء مستقل وكأنها بالفعل جزء من دولة الاحتلال. مهم جدا أن الاحتلال فتحت شهيته للدماء بعد أن رأى صمت دولي. يعني اليوم تحدث 11 شهر على حرب الإبادة الجمعية في غزة، 41 ألف شهيد، قرابة 100 ألف إصابة، تدمير كل شيء في غزة، وكما وصفت مصر سياسة الأرض المحروقة. رغم كل ذلك مجتمع دولي عاجز عن إصدار قرار لا من محكمة العدل الدولية ولا الجنائية الدولية ولا من مجلس الأمن لوقف هذه الحرب. هذا فتح شهية الاحتلال لأنه آن الأوان للدماء لينفذ مشروع في الضفة الغربية. تمام، أشكرك، شكرا جزيلا دكتور أيمن رقم. مش عارفة سؤال جه على بالي سريع كده، يعني يبدو ساذج جدا أو هو ساذج جدا. هل من 7 أكتوبر إلى الآن لو كانت حصلت المصالحة الفلسطينية كان استمر الموقف كما وصل إليه الآن أهالي غزة أم لا؟